السلام عليكم حبايبي ولادي اور سينيورز ان فيزيكس وورلد. حبايبي ميعادنا النهارده مع الثيرد ترايل ميني اكزام من حصص مصر. بفكركم لينا هدف، اولا ان نعمل ريفريشمنت على المعلومات، ثانيا ان يبقى عندك مرونه في عقلك في الانتقال ما بين اجزاء المنهج، يعني تعرف تجاوب سؤال من شابتر 1 على شابتر 8 على شابتر 5، ثالثا والاهم تايم كنترول. احنا لينا هدف 30 سؤال في 60 دقيقه فقط، ما نسرحش، وعشان كده نبتدي فورا. قلمك كالكليتور والكابي بوك وما تنساش فنجان القهوة، أنا جاهز يلا. Question number one: When increasing the intensity of incident light whose frequency greater than the critical frequency of the surface of the cathode of photoelectric cell on which the light is falling. يعني هيزود اللايت انتنسيتي للايت كان الفريكونسي بتاعه أكبر من الكريتيكال فريكونسي. طيب بص الانتنسيتي انكريز باي انكريزنج الانتنسيتي، يعني لو زودت شده الضوء هتزيد شده الالكترونات الطالعه، صح؟ اللي هو الفوتو كرنت ويل انكريز، مين فاكر؟ فريكوانسي اكبر من كريتيكال فريكوانسي زي اللمبه الزرقاء، كنت كل ما ازود اللايت انتنسيتي 3 فوتونات يطلعوا 3 الكترونات، طب 6 فوتونات يطلعوا 6 الكترونات، يبقى الانتنسيتي انكريزز باي انكريزنج الانتنسيتي. يس، يعني نختار اني اختيار photo current increases by increasing the intensity بشرط ان يبقى الفريكوانسي equal or greater than a critical frequency. Okay. Question number two: In the opposite circuit, when the switch K is closed, the luminous intensity of the bulb. حبايبي لما يسأل عن إضاءة أي لمبة، فالإضاءة يستدل عليها بالباور، ده بصفة عامة يعني. والباور يتحكم فيه حاجتين: الكرنت that pass والريزيستنس اوف ذا لامب. فالباور اوف ذا لامب، الكرنت اللي ماشي فيها والريزيستنس بتاعتها. اوكي؟ اوكي. طيب، أولاً أنا قبل ما أقفل الكي، قبل ما أعمل سويتشنج أون للكي، كان الكرنت توتالي ماشي كده وهيعدي، صح؟ واللمبة منورة. طب لو عملنا كلوزنج للكي، انا برضو بقول التوتال كرنت هيمشي في اللمبه، لان مفيش كرنت هينفع يمشي عكسي في الدايد اللي فوق دي، صح؟ يعني اضاءه اللامب will not change. Yes. طيب question number 3: step down transformer efficiency 100% eta equals 100% 1. طيب has secondary coil for 100 turns delay secondary where it is connected to AC source of EMF 200 volt. Source طبعا connected primary by the VP. Primary coil. To operate device of power 64 watt. حبايبي ال device ال load resistance should be connected by the secondary coil. يعني ال P out أو ال PS. اللي هي IS VS. طيب. That works on potential difference 400 volts. هو مين اللي شغال على potential difference؟ الديفايس اللي هو متوصل فين؟ secondary coil يعني ده VS. حبايبي عندك ال VP وال VS وال Pout وال NS. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض. هو بيسأل عن ايه؟ عن ال number of turns of primary coil، بيسأل عن NP. طب وبيسأل عن ال current intensity passes in primary coil IP. حلو قوي. بالمناسبة بوجود P out وال VS أنا أعرف أجيب لك IS. مبدئي الـ IS تبقى الـ P out divided الـ VS، يعني 64 divided 40 يبقى 1.6 أمبير. ثم ننزل بالريشو بتاعتنا إيتا VP على VS قد NP على NS قد IS على IP. إيتا 100% efficient 1 يعني. طب VP 200 اللي هو السورس. طب والفولتج بتاع الديفايس بتاع السكندري كويل VS دوت 40 فولت. NP required والـ NS 400. الـ IS جبناها 1.4 والـ IP عايزينها. طبعا كروس مالتيبليكيشن هنعرف الـ NP 400 by 200 over 40 3000 لفة، وهنجيب الـ IP كروس مالتيبليكيشن برضو 40 by 1.6 divided 200 0.32، وبناء عليه الاختيار رقم دي. سؤال تقليدي حليناه كتير جدا جدا من كلاسيكيات الأسئلة. طيب حبايبي question number 4:
If the instantaneous EMF of the dynamo's coil is given by the relation 100 sin 9000 t. حبايبي كنت علمتكم ان اي numerical equation بنتعامل معها ازاي، بس استنى نكمل بقية السؤال. هو بيقول لك ان الانستانتينيوس اي ام اف 100 sin 9000 تي. طيب وبيسأل عن الافريج اي ام اف during 3 quarters of the cycle from zero position. السؤال للفاهمين، خدناه كتير قوي في الشرح وفي الريفيجن. طيب تعالوا كده نفتكر واحدة واحدة، أسئلة كتير قوي حليناها قبل كده. هو لما يجي لك اي numerical equation معادلة رقمية اي ام اف، تشيل الارقام وحط نقط، يبقى 100 ساين او نقط ساين نقط تي، وبعدين اكمل الاكويجن بقى. اكملها ازاي؟ 100 دي هتبقى الاي ماكسيموم، يبقى كده عرفنا ان الاي ماكسيموم هي 100. اي ام اف تساوي اي ماكسيموم ساين 2 باي بالدجري 180 اف تي، فعرفنا ان 9000 بتساوي 2 by 180 by F، صح؟ نتعامل بقى واحدة واحدة. ادي يا عم الـ E instantaneous بتساوي E node sin 2 by F T، صح؟ اوكي، يبقى كده نعرف ان الـ E node equal 100 وان 9000 equals 360 اللي هي 360 F اللي هي 2 by F. اوكي، يبقى كده الـ F هتبقى بتساوي 9000 over 360 اللي هي 2 by 180 325 هرتز، والـ E maximum 100 فولتز. دي معلومات جبناها من الإكويجن، احنا لسه ابتديناش حل. هو بيسأل عن الـ average value during 3 quarter turns starting from zero position. ولأنك فاهم مش حافظ، فخلاص ما بتعرف تحل أي حاجة، انت مش حافظ، انت فاهم. الـ E average بنجيبها من قانون فاراداي negative N delta phi على delta T، يستخدم قانون فاراداي لحساب الـ average induced EMF. اوكي طيب negative N 3 أرباع لفة، يبقى P cosine 270 minus P cosine 0، ما هو بادي من الزيرو position. طيب يعني لو هنكمل معلش واحدة واحدة، يبقى negative N. اوكي طيب هنا كانت P A، طب ودي يا مستر كوزاين 270 كانت بزيرو. اوكي طب وهنا 3 أرباع بيريود نيجاتيف، طبعا هتضيع مع النيجاتيف. اوكي فبقت ان بي اي اوفر 3 كوارترز البيريود. طب لو جينا نروقها بقى، يعني لو جينا نروقها شوي، يبقى كده اي بي N تحت اللي تحت يطلع فوق 4F، ويتفضل 1 over 3، يبقى third ابن 4F اللي هي third 2E maximum على باي، 2E maximum على باي، صح؟ اوكي يبقى 2E maximum على 3 باي، اتحل السؤال، يبقى 2 by 100 على 3 باي، باي طبعا اللي هي 22 على 7، باي في اي قانون ب 22 على 7 الا بعد الساين بنعملها بالديجري اللي هي 180، طلع الناتج 21.22 فولتس. اوكي السؤال اتدربنا عليه مرارا وتكرارا، حلينا كتير. question number 5، when the electric current intensity passing through coil of self inductance 0.014 هنري دي ال changes from 10 ampere to 0، يعني دي الاي initially ودي الاي finally، induced EMF 7 volts is generated. اوكي طيب عايز ايه between the terminals؟ so the time of a change سهل قوي، تعمل بالراحه كده الاي ام اف نيجاتيف ال في دلتا اي على دلتا تي. بص اكتبها بعدلتها وبتنفذ لك، الاي ام اف 7 فولت 7، اه وطلع بالبوزيتيف ليه يا مستر؟ او هي ليه قيمتها بوزيتيف؟ لان كده الكرنت متناقص، متناقص فالماجنتيك فيلد متناقص، ديسندنج ماجنتيك فيلد، وانتوا عارفين قصيده ديسندنج، سو فورورد اي ام اف ويل بي انديوسد، الناتج بيبقى بوزيتيف، يعني تساوي نيجاتيف 0.014
دلتا اي اللي هي الاي فاينل ماينس اي انيشال اوفر دلتا تي، صح ولا ايه؟ صح. اللي هي خلاص النيجاتيف دي هتتجمع مع النيجاتيف دي، يبقى يعني نقدر نقول كده 7 اذا اهو 7 بتساوي 0.014 تايمز 10 اوفر دلتا تي. يبقى الدلتا تي هتساوي 0.014 تايمز 10 اوفر 7 يطلع 0.02 سكند. سؤال حلو سهل يعني. طيب question number 6. When the terminals of an ohmmeter is connected together, that short circuit, huh? Yes. The pointer of device deflect to zero. Zero ohm يعني. Pointer بيبقى zero ohm. Zero ohm ده اللي هي maximum current يعني. IG max. Okay. So which of the following figure represents the correct deflection of ohmmeter? Ohmmeter pointer. When PN junction that has negligible resistance in case of forward bias connection and infinity resistance in the case of reversing bias or reverse biasing, اللي هو الباكورد كونكشن يعني, is connected between the terminals of ohmmeter. حبيبي انت عارف ان اي ohmmeter لما بتوصل الترنلز بتاعته المؤشر بيجيب اخره اللي هو 0 ohm. طب انا وصلت PN junction مواصفاتها كالاتي: negligible resistance وهي متوصله forward و infinity resistance وهي متوصله backward. انهي رسمه تبقى صحيحه؟ طب هنا كانت متوصله forward، المفروض negligible resistance يعني المفروض تبقى واقفه عند الزيرو، دي غلط. طيب هنا كهرباء ماشيه كده جايه backward يعني resistance infinity، دي صح. اختيار رقم بي هو الصح. عايز تكمل الباقي؟ حاضر. هنا متوصله backward، معقوله تبقى zero resistance؟ لا. طيب هنا متوصلة اهو كهربا ماشية كده اهو متوصلة forward، معقولة تبقى infinity resistance؟ لا. اذا الاختيار السليم هو B. طيب question number 7. The opposite figure represents metallic rod of negligible resistance that slides with the uniform velocity 200 cm per second. طبعا كده ال velocity 200 سنتيمتر per second اللي هي 2 متر per second. Perpendicular to magnetic flux of density 0.15 Tesla. حلو قوي. On two parallel thick wires negligible resistance. ماشي عايز ايه؟ طبعا في معلومات هنا ال length of wire 50 سنتي اللي هي نص متر يعني. في عندي resistance. السؤال ده احنا حلينه مرارا وتكرارا بنفس ارقامه، الحمد لله احنا حلينا كم هائل من الاسئله. هو بيسال عن الكرنت انتنسي باسس ثرو ذا ميتاليك رود، يعني بيسال عن الاي، وبيسال عن ريكوايرد فورس، بيسال عن فورس. السؤال سهل قوي يا جماعه. نحسب الاول اي ام اف. طب اجيب الاي ام اف ازاي؟ بي ال في. البي 0.15 تسلا، واللينث نص متر 50 سنتي يعني، والفيلوسيتي 2 متر بير سكند اللي هي 200 في 10 باور نيجاتيف 2، طلع الناتج 0.15 فولت. حلينه بنفس ارقامه قبل كده. طيب جبنا الاي ام اف بسهوله جدا، تعرف تجيب الكرنت. الكرنت اي ام اف على ار 0.15 اوفر 3 ب 0.05 امبير. طيب تقدر تحسب الفورس. الفورس بي اي ال، طبعا بي اي ال ساين 90 لان الواير بيربنديكولار على الفيلد. البي 0.15. طب والاي كامل، اي جبناها 0.05، واللينث نص متر اللي هي 50 في 10 باور نيجاتيف 2 ساين 90. طلعت الفورس يا رجالتنا 3.75 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 نيوتن. كده الاختيار يا شباب اختيار رقم سي. طيب كويشن نمبر 8. Which of the following choices describe what happens to the resistance of conductor when increasing a cross-sectional area and why? هو أنا لو زودت cross-sectional area أنا أعرف R equals rho times L over A. إذا ال R inversely مع ال area at constant other factors.
الراجل بيسألك لو حصل اني زودت الاريا يبقى اكيد الريزيستنس هتقل. بس do you know why؟ تعرف ليه؟ حبايبي ولادي، اظن دلوقتي متابعين يعني الطفرة اللي بتحصل في الشوارع والطرق. حبيبي بدل ما الطريق 3 حارات بقى 7، فالريزيستنس قلت فالفلو بقى اسرع، صح؟ كل لما نفتح طريق بارلل، كل ما يبقى الاتساع اكبر، كل ما يبقى الفلو اسرع. عايز تقول يا مستر by increasing the area it can be considered as several conductors connected in parallel. اوكي، وتوصيل بارلل بيقلل الريزيستنس. ايوه يعني الريزيستنس هتقل، صح؟ استبعدنا دي ودي. والسبب by increasing الكروس سكشنال اريا يمكن اعتبارها وكانها several conductors connected in parallel، اختيار رقم سي. زي 7 حارات بارلل لبعض في الشارع دلوقتي، فبقى الفلو اسرع، low resistance. yes. question number 9. straight wire that carries electric current placed perpendicular to uniform magnetic field of a changeable flux density p. okay. which is directed into the page. الفيلد يعني inside the page، ادي الفيلد وادي الكرنت، ويمكن التحكم في البي. هو عايز ايه يا جماعه؟ عايز علاقه ما بين الفورس والبي. احنا جايين نهزر. F equals بل اذا الاف دايركتلي مع البي at constant other factors. at constant other factors نفس الاي ونفس اللانس ونفس الانجل، فلو البي دبلد الفورس دبلد دايركتلي، اللي هو اختيار رقم دي. question number 10. in the opposite electric circuit the two switches A and B represents the input. اوكي، ده input A ودي يعني samples معتمدة عالميا، input A و input B، and C represents the output. هو عايز ايه بقى؟ so which of the following logic gate equivalent to this circuit؟ دي circuit OR، circuit OR اللي هي B. سهل اوي، سؤال مباشر يعني. اوكي، وسميت OR لانها gives one if A or B or both are one. اوكي، question number 11. السؤال بيقول if circular ring of radius 5 سنتيمتر، يبقى ده radius بتاع اللفة coil that carries electric current 10 امبير، دي الاي، is bent التانة such that each half ring become perpendicular to the other. الوضع بقى كده يا شباب، يعني لو احاول ارسمها، ادي نص لفة والنص اللفة perpendicular عليه، perpendicular على بعض يعني. اوكي اوكي اوكي، وبالتالي الفيلد بتاع نص اللفة دي هيبقى perpendicular على الفيلد بتاع نص اللفة التاني. اوكي، الاتنين perpendicular to each other. طب the resultant magnetic flux او magnetic field intensity عند السنتر. اوكي، هنجيب P1 و P2 بعدين Pythagoras. اوكي، طب البي بتاعت كل نص فيهم ميو ان اي على 2 ار، الميو 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7، الان هي نصف لفه، والاي نصف لفه، هو كانت لفه وبقت نص. اوكي، والاي 10 امبير جيفن على 2 ار 2 وريديس 5 سم اللي هي 5 10 باور نيجاتيف 2، طلع الناتج 6.29 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 تسلا. طب fields perpendicular to each other، يبقى resultant نعرفها من Pythagoras. B total equals root B1 squared plus B2 squared. اوكي؟ اوكي يا حبايبي، خلصها بقى زي ما انت عايز يعني من غير فزلكة ماث يا اخي. هيبقى 6.29 times 10 power negative 5 squared plus 6.29 times 10 power negative 5 squared. خلصها زي ما انت عايز يعني. اوكي، هيطلع الناتج 6.29 times 10 power negative 5 root 2، حسبها على الكالكليتور يعني، طلع الناتج 8.9 في 10 power negative 5 تسلا. يس. طيب question number 12 بيقول لي the opposite figure، اسئله بتاعت حضانه دي بقى. The opposite figure، خد بالك الامتحان فيه أسئلة صعبة وأسئلة سهلة، وحبايبي المحترفين
في ان هم يحلوا الصعب ويسيبوا السهل. بالله عليك بلاش الاوفر ثينكينج ده. في اسئله في الامتحان مباشره جدا. ممكن The opposite figure represents a torch that contains two electric cells. في اتنين electric cell هم. Okay. Switch وbulb. طب عايز ايه؟ So which of the following circuit represents the electric circuit of the torch? حبايبي دول two batteries أو two cells متوصلين series. Okay مع اللمبة. يعني انهي واحدة؟ وطبعا اهو negative positive negative positive support each other. اعتقد طبعا رقم B مباشرة جدا يعني. طيب question number 13. سؤال بيقول in the stimulated emission they emitted photon from the atom. في ال stimulated emission مين فاكره؟ كان D note و D1 وكان عندي atom excited وهينزل عليها photon قيمته E1 minus E note فيطلع من هنا two photons مواصفاتهم ايه؟ two photons دول external photon stimulated to relax ويطلع اتنين photon. التو photons دول توأم. توأم يعني have same energy. Have same energy. Same energy يعني اكيد same wavelengths و same frequency يعني نفس اللون. وطلعين كمان توأم وcoherent. يعني ايه coherent دي؟ coherent يعني same phase. Same phase يعني نفس الوقت ونفس الاتجاه زي كده العرض بتاع الطلبة بتوع الكليات العسكرية عقبالك يا رب ها بيبقى coherent فعشان كده بيبقى الضوء قوي جدا فالضوء اللي طالع قوي ونقي فسمي amplified light amplified by stimulated emission of radiation. انا بحاول افكرك بالموضوع. المهم يعني ان الفوتونز اللي طالعة هتبقى coherent ومونوكروماتيك. Coherent و monochromatic. Monochromatic يعني نفس الويف لينث يعني نفس الطاقة. اختيار رقم C. حبايبي question number 14. In the opposite figure, if the capacitance of each capacitor 3 microfarad. كل capacitor من دول ب 3 microfarad. Okay. 3 microfarad. And the EMF of the battery 4 volts. Okay. Negligible internal resistance أكيد. Then they accumulated the charge on one of the plate of each capacitor. عايز اللي charge على كل capacitor. حبايبي المعلومة اللي عايزك تعرفها واللي بنستدعيها دلوقتي وتبقى حاضرة في دماغك. إن في الكاباسيتورز في السيريس في السيريس ال Q is constant. طب وفي البارلل ال Q is distributed. ادي المعلومة اللي عايزك. طب يعني ايه في السيريس بتبقى ال Q constant؟ يعني Q total قد Q1 على كل سيريس سيريس component يعني او سيريس connection. ادي المعلومة. اوكي زي ال I total قد I1 وهكذا. طيب حبايبي نبتدي ازاي بقى؟ استاذنك انا عندي ال V total واقدر اجيب ال C total فنعرف ال Q total. طب اجيب ال C total ازاي؟ مين فاكر ال capacitors؟ دي capacitance بالفراد. لو متوصلين parallel بنعملهم plus يبقى 3 plus 3 تبقى 6. طب 6 series مع 3 خد بالك بنتكلم على ال capacity بالفراد. series بنعمل product على summation يبقى 6 by 3 على 6 plus 3 يدي 2 microfarad. ادي ال C total. طب C total من التريانجل الجميل بتاعنا ده لو تفتكروه C بتساوي Q over V. فلو عايز Q total تبقى C total في ال V total. صح ولا ايه؟ اوكي. طيب ال Q total C total V total. ال C total 2 microfarad 2 by 10 power negative 6. وال total voltage اللي هو ال EMF 4 فيطلع 8 في 10 power negative 6 column. دي Q total. فتفهم يا ابن الناس ان من هنا لهنا هتبقى 8 في 10 باور نيجاتيف 6 كولوم ودي واخدها الكاباستور ده بس. طب ومن هنا لهنا 8 في 10 باور نيجاتيف 6 كولوم
بس دي بقى متوزعة على الاتنين بارلل دول، متوزعة على الاتنين بارلل دول. فاللي فوق دوت السي 2 دوت بما انهم قد بعض في الكباستي، ده ياخد 4 في 10 باور نيجاتيف 6 وده 4 في 10 باور نيجاتيف 6. يعني عايز مننا ايه يا مستر؟ يعني اقول لك ان الاولاني ده هيتراكم عليه كيو 1 8 مايكرو كولوم اللي هي 8 في 10 باور نيجاتيف 6، طيب ده كيو 1، وكيو على الكاباستور الثاني هتبقى 4 مايكرو كولوم، وكيو على الكاباستور الثالث هتبقى كمان 4 مايكرو كولوم. اعتقد الاختيار السليم اختيار دي. طيب حبايبي ولادي، question number 15، السؤال بيقول if the laser source shown in the opposite figure operated، اشتغل يعني ماشي اوكي، then the ratio between the radiation intensity at x to that at y. عايز الانتنسي، لو سمينا هنا i node وهنا i at x وهنا i at y، الانتنسي remains constant okay because it يعني it has null spreading parallel beam it doesn't obey the inverse square law. سؤال اتكرر كتير قوي قبل كده وفي بنك المعرفة جه كتير، يعني ريشو ما بين الانتنسي at x to that at y هتبقى equal 1. okay question number 16، one turn coil of radius 0.14 meter, the radius of coil that's made of an elastic conducting wire is placed perpendicular to uniform magnetic field of flux density 0.2 tesla del B as shown in figure 1 كما هو موضح في الشكل الاول. الاكزامبل ده حبايبي حليناه مرارا وتكرارا، وده شيء يبعث الطمأنينة في قلبك ان انت حليت كتير قوي قوي قوي، صح؟ الحمد لله اسئله وشايفينها بارقام، يا رب عقبال امتحان اخر السنه ان شاء الله. حبايبي ولادي كده الماجنتيك فلكس ثرو ذا كويل الفاي انيشيالي بي تايمز الاريا تايمز كوزاين زيرو. كوزاين زيرو ليه؟ ما افكرك بالمره يعني، عشان الفلكس لاينز بيربنديكولار على كيرلز بلين، وفي الكويل لما يبقى كيرلز بلين بيربنديكولار تبقى الانجل بزيرو، وبالمناسبه كوزاين زيرو بوان، يعني الفاي initially b times a. طب كمل قراية. بيقول لي if the coil is pressed from the sides until the area becomes 5 times 10 power negative 3 meter squared as in figure b، الاريا اتغيرت وبالتالي الماجنتيك فلكس اللي يخترق الكويل اتغير نتيجة تغير الاريا، بين ال 5 final b a كوزاين زيرو برضو. بس لو كنا سمينا الأولانية ديت A1 فديت A2 كده الفاي فاينالي بتساوي B في الاريا 2، وهنا حدث تغير في الماجنتيك فلكس نتيجة تغير الاريا. طب الكلام ده حصل during an interval of time 0.2 second، وبيسأل عن average induced EMF، واسمحوا لي أنا بستغل الفرصة وأفكركم بالشرح. الافريج اي ام اف تحسب من قانون فاراداي في الاندكشن، اي افريج اللي هو نيجاتيف ان في دلتا فاي، دلتا فاي اللي هي بي اي كوزاين سيتا 2 ماينس بي اي كوزاين سيتا 1 اوفر دلتا تي. اسمح لي من وقتك 10 ثواني افكرك، قد يحدث تغير في الماجنتيك فلكس اما نتيجه تغير البي فلكس دنسي وانا بقرب ماجنت وببعده، او نتيجه تغير الاريا زي الاكزامبل اللي معانا دلوقتي، او نتيجه تغير الانجل زي الكايل اوف دينامو when it was rotated between two poles of magnet. صح، احنا هنا في حاله غيرنا فيها الارياز. اوكي يعني هتبقى نيجاتيف ان بي في اريا 2 ناقص بي في اريا 1، وهنعوض فورا طبعا الاريا باي ار سكويرد الاريا الاولانيه، تعوض على طول يا عم وفي خطوه واحده، نيجاتيف ان ان بكام 1 اوكي. طيب ب في اي البي ناخدها كومن، البي كانت كام 0.2 ما اتغيرتش يعني. طب والاريا، الاريا فاينالي كانت جيفن 5 10 باور نيجاتيف 3 متر سكويرد ماينس الاريا انيشيالي باي ار سكويرد، عايز احسبها في نفس الخطوه عايز احسبها في خطوه لوحدها، والتايم 0.2 سكند
في النهاية يا شباب طلع الناتج 56.6 في تمبور نيجاتيف 3 فولت، اختيار رقم B. حبايبي problem number 17 تقيلة شويتين mathematics، ها بس احنا تعودنا نحل الحلو والوحش، لازم نحل كله مع بعضه يعني ان شاء الله، بس فيها شوية mathematics كده تعالوا ساعدوني فيه. السؤال بيقول لي when a moving coil galvanometer is connected to shunt resistance of 0.5 ohm دي الشنط، it becomes capable of measuring an electric current up to maximum intensity 0.11 امبير. طب معلش ارسمها عشان احاول اتخيل كده بعد اذنكم. ادي galvanometer RG is shunted by small resistance shunt RS قيمتها 0.5 ohm ف capable to measure او الماكسيمم ميجربل فاليو بقت اللي هي الاي توتال يعني بقت كام 0.11 امبير. ده اللي انا فهمته واعتقد كلكم فهمتوا زي. طيب and when the galvanometer is connected to a multiplier resistance 245 ohm it becomes capable of measuring maximum potential difference 2.5 volts. لما نفس الجلفانومتر اتوصل ادي الار جي توصل بمالتبلاير ار ام 245 اوم طبعا ماشي فيهم نفس الجلفانومتر نفس الاي جي يعني نفس الماكسيمم كارنت اللي يستحمله الجلفانومتر يعني نفس الاي جي. اوكي عايز ايه بقى؟ كان بيس فولتج اب تو 2.5 فولت يبقى الفي توتالي 2.5 فولت. طلباتك عايز الماكسيمم كارنت ذات كان بي ويذستود باي ذا جلفانومتر اي جي، عايز اي جي يعني اقصى كارنت يتحمله كويل الجلفانومتر. مساله صعبه ماث بس كالكليتور معانا وبنعرف نحل ايكويشن على الكالكليتور هتبقى سهله قوي قوي. ركزوا معايا كده محلولة في كتاب المعاصر في صفحة، تعالوا نحاول نحل كده بأسهل وأبسط طريقة بس ساعدوني في التفكير. حبايبي ولادي اتفقنا لما حولنا الجلفانومتر الـ RS بتساوي IGRG على I-IG ما بننساهاش أبدا، ها إج في رجل I-إج يس. RS بتساوي 0.5 IGRG على 0.11 minus IG اللي هي I-IG. طب حلو قوي. طب معلش كده لو انا عايز اجيب الار جي يعني نفسي اطلع الار جي ديت لوحدها دي الار جي مش عارف اطلعها ازاي دي نضرب 0.5 في دول يبقى 0.5 في 0.11 تبقى 0.055 ماينس 0.5 اي جي ديفايدد اي جي دي كده قيمه الار جي. طب حلو قوي حلو قوي. طيب by connecting the galvanometer by the multiplier المفروض ان الفي توتال عباره عن اي جي في ار جي زائد اي جي في ار ام صح ولا ايه؟ صح. طيب الفي توتالي عباره عن كام؟ كان قايل 2.5 فولت. طيب اي جي ار جي ادي الاي جي والار جي اتفقنا انها الفاليو دي 0.055 minus 0.5 IG divided IG plus IG for M اللي هي IG 245 كده الإيكويجن فيها unknown واحد بس. بالمناسبة كده الإيكويجن هي ما فيهاش غير unknown واحد رقم دوت مضروب في دوت ننفع نشيل ال IG مع ال IG فتبقى 2.5 تساوي 0.055 minus 0.5 IG plus 245 IG 245 IG كده نقدر نجيب الـ IG بسهولة جدا وطلعت 0.01 أمبير. يعني صعوبتها مش فيزيكس، الفيزيكس سهلة قوي شوية مهارات ماث وعايز الصبر ماشي؟ أوكي. طيب question number 18 solenoid of length
1.25 متر يبقى ده ال solenoid. Contains 800 turns, the total number of its turns, where its cross-sectional area 15 centimeters squared, the area. وطبعا ننساش multiply 10 power negative 4 عشان تبقى متر squared. Then the inductance L, سؤال مباشر, L equals man squared على length. طيب ال permeability given في المسألة 4 pi times 10 power negative 7. الاريا هنجيبها ازاي؟ موجودة given 15 في 10 power negative 4 وعدد اللفات 800 يبقى 800 squared divided اللينث تعويض مباشر طلع الناتج 9.7 في 10 power negative 4 هنري اختيار رقم B. Question number 19 حبايبي سهل قوي. Which of the following graph represents the relation between the induced electromotive force between terminals of the wire has the changeable length يمكن تغيير طوله مع length يعني عايز العلاقة ما بين الـ EMF مع length of wire. الواير ده بيتحرك بـ uniform velocity perpendicular to magnetic field. طيب القانون المستخدم الـ EMF بتساوي BL velocity sin 90 sin 90 بون يعني عشان كده ما كتبناهش. لخص يا مستر الـ EMF كده directly مع length at constant other factors يعني اختيار رقم C. Yes. Question number 20. If the maximum speed by which the electrons move in collagen tube under the effect of potential difference between the cathode and the anode can it cause? حبايبي دي الفيلوسيتي. خدوا بالكم من المعلومة دي. والفكرة اتكررت في الامتحان التجريبي للوزارة جون 2021. مديك الفيلوسيتي. اوكي. طيب. انا كده اعتبر نفسك عرفت الكينيتيك انرجي اوف فري الكترون. تحسب الكينيتيك انرجي اوف فري الكترون بطريقتين. اما كهربيا اي دوت في. واما من علم الميكانيكس هاف ماس الكترون. في الـ velocity squared. فأنا عندي الـ velocity يبقى تقريبا كده عندي kinetic energy بتاعة الـ free electron. Accelerated electron. Okay. Then the minimum wavelength of the continuous spectrum. حبايبي دي كنا بنحسبها ازاي؟ يعني كنا بنحسبها ازاي؟ اكتب انا بنفسي. Minimum wavelength معناها highest energy of photon. وأعظم طاقة للفوتون يمكن الحصول عليها لو تحولت الكينيتيك انرجي بتاعت الإلكترون كاملة لفوتون. طب الكينيتيك انرجي والله لو عندك الفولتج يبقى E dot V. طب لو عندك الفيلوسيتي تبقى half M velocity squared. طيب وأنا عايز wavelength تبقى طاقة الفوتون H في C على لامدا مينيموم. متهيألي كده السؤال اتحل. half الماس اوف الكترون 9.1 تايمز 10 باور نيجاتيف 31. طب والفيلوسيتي كام يا جماعه؟ كام؟ 4 في 10 باور نيجاتيف 7. لا 4 في 10 باور 7 على طول. 10 باور 7 سكويرد ايكوالز ال اتش في السي اوفر لامدا. ال اتش 6.6 حسب ما هو مديها لك 6.625 تايمز 10 باور نيجاتيف 34 والسي 3 times 10 power 8 over lambda minimum. كده السؤال اتحل. هنحسب مع بعض lambda minimum طلعت 2.7 في 10 power negative 10 meter. Yes, اختيار رقم C. Question number 21. The opposite diagram shows the electric circuit that contains resistance R1 3.5 ohm. Excuse me, 13.5 ohm. و R2 4.5 ohm 4.5 و R3 2 ohms. طيب and battery internal resistance 5 over 8 ohm are small 5 over 8 ohm. وما نتخطش ابدا من الارقام. If the current that passes through R1 1 ampere. الكرنت اللي ماشي هنا 1 ampere. والله زمان
حبايبي ولادي، هو بيسأل دلوقتي عن الفولتميتر ريدنج، وبيسأل كمان عن ايه؟ الاي ام اف. طيب عينيا، تعالوا نجيبها. حبايبي، اول ما تلاقي بارلل كونكشن، اول حاجه تيجي في دماغك ان اكيد اي 1 فار 1 ايكوالز اي 2 فار 2، يعني 1 امبير باي 13.5 ايكوالز اي 2 تايمز 4.5، ومنها حبايبي هتطلع 3 امبير، يبقى اي 2 3 امبير. طيب جبنا الاي 2 ب 3 امبير، هنا ميشر 1 امبير وهنا مش 3 امبير، يبقى الاي توتالي او المين كارنت فروم ذا سورس 4 امبير، يعني ماشي في ديت كده 4 امبير. طب 4 امبير يبقى رايت الفولت ميتر اي دوت ار، اي توتالي في ار، يبقى 4 باي 2 8 فولت، 8 فولت ده الفولت ميتر. طيب يبقى نستبعد دول بعد اذنك، 8 فولت. طب عايز اجيب، يبقى كده الفي اكروس 3 اومز كان اي توتالي فار 3، يعني 8 فولت. طب عايزين نجيب الاي ام اف، اجيبها ازاي بقى الاي ام اف ديت؟ تعالوا نجيب اسهل، يعني الاي ام اف تتحسب ازاي؟ اي توتالي في الار توتالي اللي هي ار ايكويفالنت بلس ار سمول. الاي توتالي كنا جايبينها كام يا مستر؟ الاي توتالي 4. طب والار ايكويفالنت للسيركت كلها 13.5 و 4.5، مين يعمل معايا؟ يلا برودكت على السميشن، نشوف مين هيعمل سريعا. 13.5 تايمز 4.5 ديفايدد 13.5 بلس 4.5 ايكوالز 27 اوفر 8 طيب بلس 2، طلع الناتج ديت 43 over 8، والانترنال ريزيستنس كانت 5 over 8، يلا نعملها بلس 5 over 8 اهي 5 over 8 equals، طلعت الار توتالي كلها ب 6 يبقى 4 by 6 يبقى 24 فولتس، الاختيار رقم B. حلوة. I'll be question number 22. The opposite figure represents standing waves that associated the movement of electron in hydrogen atom in one of the energy level. هو ما قالش في energy level رقم واحد. هو بيقول في أحد ال energy levels. Okay. If the wavelength of this wave 9.98 times 10 power negative 10 meter. Okay. ده الwavelength. Then the radius. الradius بتاع الorbit ده. Okay. بتاع الانرجي ليفل ده. طب هو ده انه انرجي ليفل؟ بنعدهم كده حبايبي. بص حبايبي، دي كده وفاي نمبر 1، طب ودي 2، طب ودي 3. حلو قوي، يعني ده الانرجي ليفل نمبر 3 كي ال ام. اوكي طيب، كنا تعودنا حبايبي ان الويف لينث بيساوي طول الاوربت 2 باي ار على عدد الويفز اللي هو رقم الليفل، 2 باي ار على ان، مظبوط؟ طب يعني انا دلوقتي لو عايز ار بس، ار تبقى ايه؟ ان في لامدا اوفر 2 باي. سؤال سهل قوي. طيب ان اهي ب 3 واللامدا جيفن 9.98 في 10 باور نيجاتيف 10 ديفايدد 2 باي، يا ابني باي في اي قانون ب 22 على 7؟ ما هذا بعد الساين لو بنحسبها بالديجري بتبقى ب 180. اوكي طلع ريديوس يا شباب 4.76 في 10 باور نيجاتيف 10 متر، اللي هي 4.76 انجستروم، اللي هو اختيار رقم A. طيب question number 23. The opposite figure represents equal division of the meter scale. So the value R1 و R2 respectively. حبيبي هستغل الفرصة ونرجع مع بعض، ممكن بعد إذنكم. بصوا حبيبي، لو قلنا ده وعايزك ترسمها لنفسك كده بوستر كبير، لو قلنا هنا ده 0 اوم والماكسيمم كارنت اي جي ماكس، اي جي ماكس. اوكي طيب الناحيه دي كده، دي هتبقى انفينيتي اوم، ولو هنقسمه بقى بالتساوي كده.
طيب تعال نشوف الكرنت. هنا كان 0 امبير، هنا كان ربع الاي جي ماكس، طب وهنا هاف الاي جي ماكس، طب وهنا 3 كوارترز اي جي ماكس. طب ودي احنا قلنا دي الاي جي ماكس. يلا بقى لو حد لعيب يلعب معايا ممكن؟ ممكن. بصوا حبايبي تعال نتكلم عن الاولانيه دي. كرنت كوارتر تبقى الار توتالي هتساوي، يعني الكرنت لو قلل الربع تبقى الار توتال، اهو لو اكتبها لك بالتفصيل، سنس اي ديكريزز تو كوارتر اتس فاليو، كوارتر الاي جي ماكس، تبقى الار توتال بيكمز 4 تايمز. طب بيكمز 4 تايمز، هي كانت ار ديفايس وزاد بقت 4 اضعاف، يعني انا مزود على الار ديفايس كام واحده زيها؟ 3. يعني اكتب بالبونت العريض هنا ار اكس تساوي 3 ار ديفايس. اوكي طب مين يلعب الثانيه دي؟ يلا بسرعه. سنس الاي ديكريزز تو هاف الاي جي ماكس، كده يبقى الار توتال becomes او doubled، ال r total is doubled becomes two times، يعني is doubled. يعني انا كده ال r total doubled، كانت r device و doubled، يعني مزود عليها الزيادة rx at the r device، يبقى هنا عند النص بالظبط rx بتساوي r device. طب مين حريف يلعب دي بقى 3 اربع ال ig maximum؟ يلا sense ال i decreases to 3 over 4 IG max، يبقى ال R total becomes 4 over 3 its value. ال R total بقت 4 over 3، 4 over 3 يعني 1 وثلث، شيل منهم ال R device يبقى الار اكس الزياده يعني قد تلت ار ديفايس. يا لو المعلومات دي عندك، لو مسموح لك تكتب نوتس يعني حسب ما الوزاره تقرر بقى فاينلي، يبقى اعمل السكيل ده نفسك. هنا دي كده تلت ار ديفايس، طب ودي قد ار ديفايس، طب ودي قد 3 ار ديفايس. تخيل لو دي حاضره في دماغك يبقى انت حليت السؤال. طيب اذا كانت ال1000 تلت الار ديفايس، يبقى الار ديفايس بتاعت الاميتر 3000، الار ديفايس 3000، طيب يبقى الار1 هتبقى 3000 والار2 ديت هتبقى 9000. انا كده حليت 3000 و9000 اختيار رقم ايه. كاتبين فيها كتير قوي ازاي؟ طيب يهمني لو تعمل سكرين شوت للمنظر ده قدامك خلاص وتبقى نوت بالنسبه لك. طيب question number 24 سهل بقى شويه. several rectangular coils okay of different area، اوكي يعني عايز ايه علاقه بين الفاي ام stick care multiply 10 power negative 4 بالويبر والاري. اوكي بس نكمل قرايه. Place the uniform magnetic field where plane makes angle 30. البلين عامل angle 30 with the direction of the field. بالراحه بقى دايما اي كويل برسم كده كويلز بلين، وادي الفيلد ال 30 اللي هو بيقولها اهي. طيب يبقى السيتا اللي انا عايزها مع النورمال على الكويلز بلين، خد بالك السيتا كده هتبقى 60. نكمل. طيب makes angle 30 with the direction of the field and the opposite graph represents the relation between the total magnetic flux that passes through the coil phi m and the area.
طيب عايز ايه بقى؟ عايز الفلكس دنسيتي. طب نجيبها ازاي؟ هيبقى البي ايه القانون؟ فاي ام بتساوي بي اي كوزاين ثيتا. طيب يعني طبعا الثيتا هنا ب 60. مستر كان ينفع يعني قريناها في تيتشرز قالوا لنا في كتب خارجيه قالوا لنا ينفع نقول ساين 30؟ طبعا ينفع يا حبايبي. اوكي كوزاين 60 هي ساين 30. اوكي طيب عايز ايه دلوقتي؟ يعني الفاي ام هو كوزاين 60 بهاف، تبقى هاف بي في الاي. طب السلوب دلتا فاي ام على دلتا اي بهاف بي اللي هي بي كوزاين 60 هاف بي. هتقولنا السلوب والسلوب هيبقى هاف بي. اوكي طب السلوب دلتا فاي ام على دلتا اي، خد اي رقمين وليكن 10 ويت دي واي 2 واي 1، بس تكير دي 10 في 10 باور نيجاتيف 4 ويت في 10 باور نيجاتيف 4، فضربهم الاثنين في 10 باور نيجاتيف 4 على ما يقابلهم. ما يقابلهم هنا اللي هي 0.2 ماينس 0.16، ادي الاكس 2 والاكس 1. اوكي طيب حبايبي طلع السلوب اهو، السلوب ده عباره عن بي كوزاين 60 اللي هو هاف بي، منها نعرف نجيب البي تطلع 0.01 تسلا، اختيار رقم بي. حبايبي كويشن نمبر 25 من كلاسيكيات الاسئله، يعني حليناه بدل المره 1000. تعالوا نفتكره مع بعض. The opposite figure shows three long straight parallel wires x and y and z that are placed in same plane. So the magnetic force act on wire y. عايز الفورس act on wire y. Okay. Force act per unit length. Per one meter يعني. Okay. And direction. وعايز اتجاهه. طيب بمناسبة الدايركشن، بالمناسبة كل ما زدت ذكاء كل ما يبقى حلك أبسط. حبايبي ركز كده معايا. أنا شايف إن الواير Z attract ده. في بينهم attraction اهو. أول حاجة عينك تقع عليها اتجاه الكرنت. يعني ده بيتشد كده. ناحية زد. طب وشايف ان الواير اكس كمان بيشدوا ناحيته. بس متهيألي الزد يكسب لانه اقوى. صح؟ نفس الديستنس. نفس كل حاجة. يعني مبدئيا كده هو هيتحرك الى اليسار. هيتحرك لليسار. يعني towards الواير زد. فانا مستبعد دول من قبل ما ابتدي. الذكاء حلو بيتعلم. ها؟ وانا بثق في قدراتكم بزيادة. حبايبي اللي بحبهم. طب نحسب قيمة القوة ازاي؟ كنا بنشيل الواير ده خالص كده من حساباتنا ونحسب الريزولتنت فلكس دانستي للتو وايرز التانيين اللي هو بي زد والاكس مع بعض. طب دول كاري كرنت ان سيم دايركشن، فيبقى الكود بتاعهم بلس ماينس بلس. يعني هنا البي اكسترنال هنا هتبقى عبارة عن بي زد ماينس بي اكس، اعتبر ان الزد اقوى يعني. اوكي وبالمناسبه هيبقى اتجاه الفيلد هيبقى انسايد، ما الزد هو الاقوى انسايد، ده يعني معلومات. اوكي طب يعني احنا لما نحل، خد بالك ادي البي واير ميو في اي على 2 باي دي. طب لو عايز البي توتال لل البي الاكسترنال توتالي للزد والاكس اكس زد تبقى بي زد ناقص بي اكس، يعني 4 باي في 10 باور نيجاتيف 7 في 6 امبير ديفايدد 2 باي والديستنس 10 سنتي اللي هي 10 في 10 باور نيجاتيف 2. طب والواير الثاني اكس يبقى ميو اللي هي 4 باي في 10 باور نيجاتيف 7 في الكرنت انتنسي اللي هو 2 امبير على 2 باي والديستنس 10 سنتي 10 في 10 باور نيجاتيف 2. طلع الناتج 8 في 10 باور نيجاتيف 6 تسلا، وانسايد لو احتجت انسايد ذا بيج. طب انا دلوقتي عايز الفورس المؤثر على ده، يبقى بي اكسترنال فاي اللي ماشيه فيه في اللينس، وهو عايزه بير يونت لينس يعني لينس ب 1. البي اكسترنال لسه حاسبينها 8 في 10 باور نيجاتيف 6، الاكسترنال يعني بتاعت الوايرز الثانيه. بي اكسترنال دي اللي كانت عباره عن بي زد ناقص بي اكس. اوكي طب والكرنت اللي ماشي فيه 3 امبير اهو، هو البير يونت لينس. طلع 2.4 بريونت لينس على لينس 1،
2.4 في 10 باور نيجاتيف 5 نيوتن لكل متر، اللي هو اختيار رقم B. طيب وانا كنت عرفت اتجاه الحركة لوجيك، اللوجيك قبل القوانين. طيب يا مستر لو ينفع اجيبها بامبير رايت هاند، رايت ولا ليفت؟ ليفت طبعا، عشان الكرنت هنا جاي من باتري وعايز اجيب اتجاه الفورس. امبير ليفت هاند، اوكي. طيب اجيبها ازاي؟ كرنت ابورد ذا بيج والفيلد انسايد، فهتبقى الحركة الى يسار الصفحة ناحية الواير زد. يس حبايبي ولادي، نشوف سؤال جديد. question number 26. سؤال بيقول an electric circuit contains AC dynamo, negligible internal resistance, changeable frequency. يعني الفريكوانسي بتاع الدينامو بتغير، ها الفريكوانسي بتاع الدوران بيتغير. السؤال ده مهم واكدنا عليه كتير جدا في الشرح والريفيجن. connected ببيور انداكتور، انداكتور زيرو اوميك ريزيستنس، وعايز العلاقه ما بين الماكسيمم كرنت وايه بقى والفريكوانسي بتاعت الدينامو. اوكي طيب دي كنا بنعملها ازاي حبايبي؟ الاي تساوي الاي ماكسيمم ديفايدد الاكس ال، هو بيور نيجليجبل انترنال ريزيستنس. طب الاي ماكسيمم ابن اوميجا اللي هي 2 باي اف. طب والاكس ال اوميجا ال اللي هي 2 باي اف ال. وبالتالي الاي doesn't depend، الاي في الكايل doesn't depend on the frequency of rotation of the dynamo، يعني remains constant. عندكم ديت وحليناها كتير يعني. طيب ولو فاهمها لك فيزياء، اصل لو سرعه الدوران دبلت الاي ماكسيمم هتبقى دبلت والاكس ال كمان هتبقى دبلت، فيظل الكرنت ثابتا independent with frequency. اختيار رقم دي. حبايبي question number 27. From the opposite circuit, which of the following graph represents the relation between the ammeter reading and the voltmeter reading when changing RV؟ عايز علاقة ما بين الأميتر reading اللي هو current intensity مع قراءة الفولتميتر. دقق قوي بالله عليك حبيب قلبي، هنا negligible internal resistance. يعني ايه يا مستر استفدت ايه؟ يعني دايما الفولتج الفي توتال قد الفي بي، يعني دايما الفولتميتر ده هيقرا الفي بي مهما تغير الكرنت. ده ليه يا حبيبي قلبي؟ افهم افهم فيزياء. نو دروب ان فولتج وات ايفر الكرنت انتنستي، لان الانترنال ريزيستنس نيجليجبل، يعني ستظل قراءه هذا الفولتميتر ثابته تساوي قيمه الفي بي اللي هي اختيار رقم سي. يس اختيار رقم سي، ورايت الفولتميتر قد الفي بي، هي الفي توتال والفي توتال هنا قد الفي بي. حلو قوي. طيب question number 28. سؤال بيقول the opposite diagram represents the cathode ray tube, so the part which responsible for pulling the emitted electrons from the cathode، انهي يعني انهي قطعة من دول هي اللي بتشد، فايدتها attract and accelerate the electrons، attract and accelerate the electrons، تبقى انهي واحدة يا حبايبي؟ قطعة رقم 3 اللي هي الانود، فايدته attract and accelerate the electrons. لا وافكرك بقانونه كمان، E dot V equals half M velocity squared. By increasing the potential difference between the cathode and the anode, الكينيتيك انرجي اوف ذا اكسلريتد الكترونز انكريزز، سو اتس فيلوسيتي انكريزز، يبقى اللي بيشد الالكترونات هو الانت. اوكي بارت رقم 3. question number 29. ال ار سي سيركت كاباستور 1 اوفر باي مايكرو فاراد، يبقى دي السي، وما تنساش نضرب في 10 باور نيجاتيف 6 عشان تبقى فاراد. ريزيستور 15 اوم دي الار، and induction coil self inductance 1/π هنري دي ال. طب then the resonance frequency، resonant frequency فاكرينه؟ كانت f بتساوي 1 على 2π روت ال c، مسألة تعويض مباشر، يبقى 1 على 2π روت ال ال 1/π، اوكي؟ و C 1/π في 10 باور نيجاتيف 6، بالمناسبة 2π اللي جوه دول باي وباي، يعني باي سكوير ده اقصد، ها
الباي والباي، باي سكوير دول هيضيعوا مع اللي بره دي. اوكي هيطلع في النهايه على الكالكليتور يعني عشان ما تتعبش نفسك 500 هرتز. اوكي question number 30. The following table shows different values for the length, cross sectional area, resistivities لفور wires made of different material. So which of these wires has resistance 0.05 ohm؟ ده سؤال بقى بنحل بيه. هتحسب الريزيستنس لكل واحده R بتساوي رو في L على ايه؟ للاولانيه وللتانيه وللتالته وللرابعه، وهو بيسال ايهما 0.05 ohm؟ ها تفكر بعمق، طلعت اني واحده R4. شكرا والقاكم على خير. Thank you.